تتواصل الاستعدادات في اللجنة الأولمبية القطرية والمجلس الأعلى للتعليم لتدشين النسخة السابعة من البرنامج الأولمبي المدرسي تحت شعار الرياضة والنزاهة في 25 من الشهر الجاري مع بدء الموسم الدراسي الجديد. كما أكمل المركز الدولي للأمن الرياضي استعداداته لتدشين وتطبيق البرامج المتعلقة بالنزاهة الرياضية، حيث سيكون الشريك الاستراتيجي للبرنامج الأولمبي في نسخته الجديدة إلى جانب اللجنة القطرية لمكافحة المنشطات ومختبر مكافحة المنشطات في قطر. ويعتبر البرنامج الأولمبي المدرسي من التجارب الناجحة في قطر باعتباره مبادرة تستهدف الناشئة من خلال توعيتها بمخاطر المنشطات وحثها على الالتزام بالقيم الرياضية والأولمبية من أجل تحقيق النزاهة في المجال الرياضي. وللحديث أكثر حول البرنامج الأولمبي المدرسي وخاصة عن مساهمة المركز الدولي للأمن الرياضي في النسخة الجديدة، نستضيف السيدة سهام العوامي مديرة المشاريع في المركز الدولي للأمن الرياضي. أستاذة سهام، أول شيء نرحب فيك في مركز الأخبار بتلفزيون قطر، ونبدأ معك بسؤال: كيف جاءت فكرة انضمام مركز الأمن الرياضي إلى البرنامج المدرسي في هذه النسخة الجديدة؟ أولاً، المركز الدولي للأمن الرياضي يفخر بشراكته مع اللجنة الأولمبية القطرية في المشروع الأكبر، وهو مشروع أنقذ الحلم. هذا المشروع يهدف إلى نشر التوعية بين الشباب في العالم لمكافحة الفساد عموماً الذي يهدد الرياضة ومبادئها في كل أنحاء العالم. ينفذ المشروع هذا بالشراكة مع أليساندو ديل بيرو النجم العالمي، مع مجموعة من الرياضيين في كل أنحاء العالم. ونشكر نحن طبعا اللجنة الأولمبية القطرية على تبنيها لشعار الرياضة والنزاهة في السنة السابعة من برنامجها الأولمبي المدرسي. فنعم، مساهمة البرنامج المركز في البرنامج الأولمبي هذه السنة كيف ستكون؟ هل ستكون مختلفة؟ نعم، طبعا يعني ما شاء الله البرنامج الأولمبي المدرسي ناجح جدا، وهذه طبعا سابع سنة له، وكان في السابق تحت شعارات أخرى. هذه السنة تحت شعار الرياضة والنزاهة سيكون عن طريق طبعا مشاركتنا احنا، ستكون مع شركاء آخرين. احنا طبعا أحد هذه الشركاء، احنا طبعا ذكرتوهم اللي هم المختبر ومختبر مكافحة المنشطات ولجنة قطر لمكافحة المنشطات ووزارة الداخلية القطرية أيضا. مشروعنا طبعا ومشاركتنا حتكون عن طريق محاضرات وورش عمل سنقوم بها في المدارس، في كافة مدارس الدولة، وهذا طبعا بيكون يعني قطر بتكون الدولة الأولى في العالم اللي تبدأ في تنفيذ أو نشر التوعية التامة بالنسبة لنزاهة الرياضة في جميع مدارسها اللي موجودة في داخل قطر، سواء أجنبية أو محلية. تحدثتي في البداية عن مبادرة أنقذ الحلم. نعم. التي أطلقها المركز الأمن الرياضي مع اللجنة القطرية الأولمبية. كيف تتماشى هذه المبادرة مع اليوم الأولمبي؟ طبعا المبادرة الأساسية أو مبادرة أنقذ الحلم أطلقتها اللجنة الأولمبية القطرية مع المركز الدولي للأمن الرياضي، وأريد كشريك تقني أو شريك التكنولوجيا. طبعا كيف ستتماشى؟ هي برنامج توعوي، يعني برنامج توعي سنبدأ هنا مثلا في محاضرات. أول محاضرة حتكون في يوم 30 سبتمبر على 4000 طالب وطالبة، أربعة مجموعات، كل مجموعة 1000 طالب. سيكون محاضرات تفاعلية، وهذا طبعا يعني إن شاء الله بيكون له فعل كبير في نشر هذا المبدأ نزاهة الرياضة، ونحن نتمنى ذلك. نعم. إن شاء الله. السيدة سهام العوامي مديرة المشاريع بالمركز الدولي للأمن الرياضي، شكرا جزيلا لك. شكرا.